النهارده كان فيه كثير من الحالات التحكيميه المثيره للجدل في هذه المواجهه، مواجهه الزمالك وبروكسي. الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي يقول لنا رايه في الاداء التحكيمي في هذه المواجهه. كابتن جهاد مساء الفل، مشرف ومنور. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهديك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام والله الحمد لله. رايك ايه النهارده في طاقم تحكيم مباراه الزمالك وبروكسي؟ والله النهارده يعني هنتكلم، لو نتكلم في الحالات ونتكلم في الاخر يا كريم، يلا في الاخر نبص على الحالات على طول. انت هتجيب لي الحالات وبعد كده تقول رايك بناء على هذه في الحالات. في الاخر بناء على الحالات والناس تتفرج معانا برضو يلا يا جماعه نعرض الحالات للكابتن جهاد. يلا على طول عشان الكابتن جهاد شكله كده من اول المداخله في كلام كتير. اتفضل. النهارده الماتش فيه كلام كتير النهارده تحكيميا، فهنشوف مع بعض يعني. دي في الاول تسلل في الدقيقه 38، تسلل مظبوط، اللاعب الزمالك راجع من تسلل وبالتالي قرار صحيح من حكم المساعد والتسلل موجود والرايه مظبوطه. تمام، ناخد اللي بعده. ده تاكلين كامل شويه في الدقيقه 40، بنتكلم ان دي تهور من لاعب الزمالك، الدخول بتهور بالمنظر دوت وقرار صحيح من حكم المباراه، انذار صحيح لدونجا لاعب الزمالك بالدخول بتهور بالمنظر دوت وقرار صحيح من الحكم والانذار مظبوط. تمام، ناخد اللي بعده. نوصل بقى لضربات الجزاء ولا لسه؟ لا، الشوط الاولاني مفيش مشكله، احنا لسه في لعبه في الشوط الاولاني كمان، مفيش فيها حاجه، مفيش فيها مشكله. احنا الشوط الاولاني الاداء التحكيم مفيش مشكله فيه خالص. دي كان لعيب الزمالك بيطالبوا بلمسه يد، الكره كانت بره المنطقه، الايد داخل الجسم مش مكبره الجسم، وبالتالي مفيش اي مشكله. اللعبه اللي قدامنا ديت تسلل صحيح وقرار الحكم المساعد الثاني قرار صحيح، وبرضه لغايه دلوقتي ما عندناش مشكله في التحكيم. تمام، احنا بنعيد اللقطه كده يا جماعه تاني. دي لمسه يد دي كانت موجوده، الايد داخل الجسم مش مكبره الجسم، الايد بره منطقه الجزاء كمان، هي مفيش فيها لمسه يد تماما، وبالتالي استمرار اللعبه كان قرار صحيح من حكم المباراه. اللي حط الصفاره بقه ورجع، هو رجع للقرار الصح ان مفيش فيها لمسه يد، لان الايد مش مكبره الجسم، داخل الجسم، واللعبه كانت اصلا بره منطقه الجزاء فمفيش فيها اي جدال يعني. فهنمشي معاه في القرار وقرار صحيح باستمرار اللعب. تمام، اللقطه دي زي ما قلنا دي تسلل صحيح، والمساعد الثاني عمل اشار ليه وقرار صحيح. تمام، برضه نفس الكلام في الدقيقه 54، الحكم موجود في مكان ممتاز. اولا ما فيش تسلل، دي اللعبه بتاعت ركله الجزاء، ما فيش تسلل، اللعبه سليمه دي من البدايه بتاعتها، واستمرت اللعبه وركله الجزاء عباره عن اهمال من لاعب مدافع الزمالك، اللي وصل للكوره هو المهاجم، ولاعب الزمالك اهمل فركل رجل المدافع باهمال لان مش شايفه، هو جاي من وراه خد الكوره وبالتالي هو اهمل وده اهمال ويحاسب عليه، وبالتالي ركله الجزاء صحيحه بدون انذار وقرار صحيح من حكم المباراه. عظيم جدا، وما كانتش فيها جدل كتير، حتى اللعيبه ما اعترضتش كتير بصراحه. لا اللعبه هو لا، بس على فكره اللعبه دي برضه يا كريم عشان برضه ندي للحكم حقه في ملعب صعبه جدا. صح، شوف دي اول ركلات الجزاء اللي في المباراه. شيكابالا مع الكوره، اللي معاه الكوره دلوقتي شيكابالا، لاعب انت كمدافع حاجه من الاثنين، يا تلعب الكوره يا تبعد عن طريقي، يا تلعب توصل للكوره تلعبها، المعيار بالنسبه لنا لعب الكوره، يا تبعد عن طريق اللي خد الكوره وماشي بالكوره شيكابالا، اللي عمله مدافع بروكسي ان هو راح في سكه شيكابالا اعاقه، وبالتالي كانت ركله جزاء صحيحه للزمالك لما يتم احتسابها. عشان بس الناس تفهم معانا، الكوره هي المعيار، العب الكوره ما عندكش مشكله كمدافع، لكن انت اهملت وما رحتش للكوره، رحت لجسم اللاعب، وبالتالي ركله جزاء صحيحه للزمالك لما يتم احتسابها. تمام، دي في الدقيقه 65، دي اول ركله جزاء في المباراه لما يتم احتسابها. طبعا مش عندنا فار، اللي ممكن القصه دي الفار، لكن ما عندناش فار في الدور 32. تمام، طبعا الاعتراض بالمنظر ده طبعا غير مقبول، حتى لو هم عندهم حق، فالانذار كان مستحق للاعب الزمالك، الاثنين لاعب الزمالك. اللعبه دي برضو لعبه سهله، بس هو يا وليد كان بعيد عن اللقطه، فما شافش اللقطه، ما شافش اللي احنا بنشوفه دلوقتي. المسك الواضح والشد من التيشيرت بالمنظر ده ركله جزاء سهله وواضحه وصريحه لبروكسي لما يتم احتسابها، ودي ركله جزاء وانذار، شد التيشيرت بالمنظر ده. كان لازم حسام عبد المجيد ياخد انذار، هو وليد من مكانه ده ما يشوفش اللي احنا التوصيل احنا شفناه ديت، وبالتالي ركله جزاء لما يتم احتسابها دي ركله جزاء الثانيه في المباراه التي لما يتم احتسابها. كده واحده للزمالك وواحده لبروكسي. تمام، يلا نكمل الحالات.
اللعبه دي كان لازم انذار فيها. الركله الحره المباشره دي ليه انذار؟ اولا ماسك، وفي هجمه واعده لبروكسي، العدد اللي رايح لبروكسي عدد المدافعين بتاع الزمالك اقل، كانت هجمه واعده. لو عدى، لو ما فيش خطا هتلاقي فيه مساحه كبيره وفي هجمه واعده، وبالتالي الانذار كان هنا وجوبي للاعب الزمالك. هو ما اداش الانذار، هو ادى الركله الحره المباشره وما اداش الانذار فيها، كان لازم الانذار هنا وجوبي للاعب الزمالك. تمام، ناخد اللي بعد كده. اللعبه دي طبعا بالدخول بالتهور، المنظر بالمنظر ده طبعا هو ما اداش، للاسف اللعبه دي ما اداش فيها انذار. الدخول ده تهور واضح واقصى درجات التهور، كارت اصفر على لاعب بروكسي، هو ادى الركله الحره بدون انذار، كان لازم اللعبه دي فيها انذار للاعب بروكسي. انذار الكارت الاحمر، انذار ولا طرد يا كابتن؟ لا طرد الكارت الاحمر. بص يا كريم، ما دامت الرجل اللاعب المدافع وصلت الارض خدت من قوتها. الرجل دي لو راحت مباشره للرجل الزمالك من غير ما توصل للارض، هي خدت الرجل والارض في نفس الوقت، وبالتالي لما بتوصل للارض سرعتها وقوتها بتقل. يا سلام، منك مستفيد يا كابتن جهاد والله. يعني بقول لحضرتك الوصول للارض ده بيقلل سرعه وقوه اللعبه، وبالتالي ننزل من الكارت الاحمر للكارت الاصفر. لكن لو بنفس المنظر بنفس فرده الركبه بتاع الرجل وبالدخول ده مباشره للرجل، مباشره نتكلم في كارت احمر. لكن وصول الرجل للارض مع الرجل في نفس الوقت بتقلل سرعه قوه، وبالتالي بنوصل بنتكلم انها كارت اصفر، وكارت اصفر مستحق طبعا، الحكم ما اشهرش في الملعب. عظيم جدا. ناخد اللي بعد كده. المنظر ده كريم، الاحتكاك بتاع اللعيبه ده والايد في الوش بالنسبه للاثنين ما ينفعش يعدي الكلام. يعني جيت الاثنين لعيبه واتكلم معاهم، الاثنين لعيبه دوت، واحد ده حطته في وش الثاني وزق. المنظر ده الوصول بالواكي بالايد، المنظر ده ما ينفعش يعدي بدون انذار هنا وانذار هنا. صح، هو جابهم اتكلم معاهم، ما ينفعش في المنظر ده. وليه طبعا حكم كبير، لازم اجيب اللعيبه الاثنين دولت، وده ياخد انذار وده ياخد انذار، لان المنظر اللي وصلنا ليه مع بعض ما ينفعش يعدي بكلام، لازم ده انذار وده انذار. عظيم جدا. دي حالة أخرى. دي هو قدرها، لأنه كان بص يا كريم، دايما لما تلاقي الحكم في مكان كويس هتلاقيه واخد القرار الصح. إيه، لاعب بروكسي دهس على القدم، الرجل فوق الرجل فوق ان فوت، دي في القانون ركله حره مباشره وانذار، وعشان هو موجود في مكان مميز ممتاز خد القرار الصح. عظيم، وبالتالي كان قراره مظبوط بانذار ركله حره مباشره للزمالك وانذار للاعب بروكسي. عظيم، ناخد اللي بعد كده. دي اخر اللعبه دي في الدقيقه 110، لاعب الزمالك حسام عبد المجيد حرك الرجل الشمال، راحت في اتجاه اللاعب المهاجم، وبالتالي حصل كونتاكت وحصل اعاقه، الرجل في الرجل مش اللي تحت، من القصبه في القصبه، هو ده اللي عملت الاعاقه، هي دي اللي عملت الاعاقه، ودي ركله جزاء واضحه وصريحه لبروكسي، دي ركله جزاء الثالثه في المباراه لما يتم احتساب. حركه الرجل دي لو حسام عبد المجيد رجله في الارض ما اتحركتش راحت للمدافع للمهاجم لا يعاقب، لكن هو الرجل الشمال لما اتحركت بالمنظر ده هو عمل الريسك، وبالتالي لما حصل احتكاك الرجل في الرجل القصبه في القصبه، ده اوتوماتيك ركله جزاء صحيحه لما يتم احتسابها لبروكسي. طيب، دي ركله جزاء الثالثه. طيب، في المباراه. طيب، بناء على كلام حضرتك انه بروكسي في هذه المباراه له ضربتين جزاء والزمالك له ضربه جزاء بجانب شويه كروت صفراء كده ما اترفعتش، تقييمك لطاقم التحكيم النهارده يا فندم؟ لا، النهارده احنا بنتكلم على دور 32، النهارده من اقل المباريات تحكيميا في دور 32 لكاس مصر. النهارده الدي اوف بتاع طاقم التحكيم او لوليد عبد الرازق حكم المباراه، ده وارد جدا في التحكيم على فكره، بيحصل مع حكام حتى حكام في مستوى العالم. النهارده كان غير موفق تماما النهارده في المباراه. الفار شايل كتير يا كابتن جهاد، شايل عنا كتير واحنا مش واخدين بالنا، شايل كتير. لازم وجودك بقى امر واقع بالنسبه لنا يا كريم، ما ينفعش مش موجود. بس على فكره برضه اقول حاجه برضه ايجابيه. اتفضل. الحكام الصغيرين اللي هم ما معهمش رخصه الفار واللي بيلعبوا في القسم الثاني والقسم الثالث، لما جم لعبوا في دور 32 من غير فار تميزوا، لان هم ما لعبوش فار قبل كده. وبالتالي لما جم لعبوا لعبهم اللي هو بيلعبوه في القسم الثاني والقسم الثالث، فاحنا كسبنا 7 8 9 حكام مميزين في دور 32، ان شاء الله هيبقى لهم دور كبير. يعني حضرتك برضو حضرتك بتقول لي من ناحيه ثانيه ان حكامنا اللي بيحكموا تحديدا في دوري الممتاز وبطولات الدرجه الاولى
حصل لهم ممكن نقول تراجع بسبب وجود الفار، ان هم بقوا يعتمدوا على الفار اكتر من اكيد. ما انت طول الوقت بتشتغل بالفار، لما جيت بقى تشتغل من غير الفار بقى عندك مشكله. لكن بعكس الحكم الصغير اللي لسه عايز يعمل اسم ولسه عايز يبان، جاء من القسم الثاني ولعب في الماتشات اللي هي دور 32 وظهر بمظهر. انا بقول لك اللجنه الحكام كسبت 9 أو 8 حكام جداد خامات كويسه جدا، ان شاء الله في اقرب فرصه ياخدوا رخصه الفي ار في الملعب عشان يلعبوا في الدوري الممتاز. سؤال يا كابتن جهاد لو تسمح، يعني اتفضل، هو الفار في دور ال 32 عيب وحرام ولا ينفع يبقى في فار في دور ال 32 عادي؟ لا ينفع طبعا، والمفروض يبقى موجود. اصلا انا ما بقتش افهم فكره اي مباراه كوره تتلعب دلوقتي بدون فار، يعني بالنسبه لي الفار دلوقتي بقى زي الحكم المساعد وزي الحكم الرابع، يعني ما ينفعش اللي هو ايه نقول ايه نخلي فار او ما فيش فار، ما بقاش الموضوع ما بقاش شكلي يعني. ما بقاش مقبول. ما بقاش مقبول ان انت تيجي في ماتشات دلوقتي واحنا في مصر بنطبق الفار، تقول ماتشات بفار وماتشات من غير فار. احنا دلوقتي الفار بقى ضروره ملحه في كل المباريات عشان كل حد ياخد حقه، كل فرقه تاخد حقها. يمكن اتنظر لها ان فريق من الدوري الممتاز مع فريق من القسم الثاني عموما في دور 32 فالماتشات سهله، ما عادش ماتشات سهله لان المستويات الى حد ما زي ما انت شايف متقاربه، مفيش فرق. وبالتالي عايزين طول الوقت الفار موجود عشان العداله تتطبق بمنتهى الحياديه بين كل الفرق. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.